15 يوم او مقابله كل 3 ايام. شويه يعني اثرت على اللاعبين البدنيين، ولكن رغم ذلك نظن ان الفريق يعني دائما يجتاز الصعوبات ويلعب باراده وقوه كبيره، وهذا ما نظن الانتصار يعني كان مستحق. يعني شباب دبجايه هذا الموسم هذا عندها دفاع اللي يحاول بزاف يلعب الكره، يحاول يباغت كثير ويحاول يصنع اللعب، وهذا بعض الاحيان في بعض المقابلات ما لازمش ينساو باللي اولا الدور تاعهم هو الدفاع عن المرمى.